لعل أول من اهتم بالفطريات ودرس علومها كان القدماء المصريون الذين دونوا أنواعها المختلفة في معابدهم وعلى نقوشهم وحليهم، وذكروها في كتاب الموتى، واستخدموها في علاج الأمراض كما أشارت بردية هيرست عام 1500 قبل الميلاد. أستاذ الميكروبيولوجي في كلية العلوم بجامعة قناة السويس الدكتور أحمد عبد العظيم يقول إن مصر اختارت يوم 20 من شباط فبراير من كل عام يوما وطنيا للفطريات. اعتبروها إكسير الحياة، وصدرت بعض القوانين التي تمنع على العامة من الشعب تناولها، وكان غذاء مخصص للنبلاء، وده مرصود في المعابد الفرعونية، معبد فيلة ومعبد دندرة وغيرها، من رسوم توثق أن الفراعنة هم أصل الفطريات وهم يدهم في العلوم سباقة لكافة الأمم. ولذلك تم اختيار 20 فبراير يوما للاحتفال باليوم الوطني للفطريات المصرية، وهو اليوم الذي يوافق تعامد الشمس على وجه رمزه. تتداخل العلاقة بين الإنسان والفطريات بين جوانب نافعة وضارة، فتدخل في تصنيع أدوية تعالج الكثير من الأمراض، وفي عمليات صناعة المعجنات والخمور والمواد الحافظة. هناك الفطريات التي تستخدم كغذاء، مثل فطريات عيش الغراب، مثل فطريات الخميرة اللي بتدخل في عمليات الخبز والعجائن، الفطريات المنتجة للبنسلين المضاد الحيوي، الفطريات المنتجة للجرايزوفيلبين المضاد الحيوي الآخر، والفطريات المنتجة لبعض الأحماض اللي بتدخل في الصناعة زي حامض الستريك كمواد حافظة وغيرها. وتدخل في علاج السرطان أيضا، بيستخدم في شرق آسيا لعلاج العديد من الأمراض وعلى رأسها السرطان، وأشهرهم فطر الجانوديرما، وده بيستخدم في صورة قهوة، في صورة بودر، وفي صورة كبتولات، كما تستخدم في علاجات الروماتويد والكبد والزهايمر كذلك. هناك بعض الفطريات اللي بتنتج مواد أيضية، المواد الأيضية دي ناتج عمليات الهدم والبناء في جسم الفطر، بيستخدمها الباحثين عالميا في إنتاج مواد فعالة زي مضادات الروماتويد، بعضها لحماية الكبد، بعضها مضادات أكسدة، البعض الآخر مضادات حيوية، بعضها مضادات للزهايمر، مرض الزهايمر، لأنها بتؤثر على الأسيتايل كولين استريز إنزايم. ويمكن أن توفر الفطريات كثيرا في زراعة الأعشاب الطبية وبالتالي الحفاظ على البيئة، كما يقول أستاذ الميكروبيولوجي أحمد عبد العظيم. إذا كانت النباتات تنتج بعض هذه المواد الفعالة، النباتات الطبية، فأن الفطريات المرتبطة بداخل هذه النباتات الطبية أصبحت لديها القدرة الوراثية على إنتاج هذه المواد، وبالتالي أصبح لدينا الحق إن احنا بدل ما نجمع كمية كبيرة جدا من النباتات الطبية وندمر البيئة، إن احنا نعزل هذا الفطر المرتبط بالنباتات ثم نقوم باستخراج المادة الفعالة منه، ويبقى احنا كده حافظنا على البيئة بتاعتنا بشتى الطرق. لكن ليست كل الفطريات حميدة، منها ما ينتج سموما قاتلة. نجد أن بعض الفطريات لها القدرة على إحداث أمراض تصل إلى الرئتين، تصل إلى المخ، تسبب الوفاة لبعض المرضى اللي بيحصل لهم عمليات نقل الكبد. بعض الفطريات تنتج السموم الفطرية الملوثة للأغذية، وهي المسبب الرئيسي للسرطان وعلى رأسها الأفلاتوكسينات. عندنا بعض الفطريات المحللة للآثار الخشبية في التراث، مواقع التراث الإنساني الهامة جدا. تحتفظ كثير من الدول بالخرائط الجينية للفطريات التي توجد على أراضيها لأنها بمثابة الكنز الذي تستخدمه في عمليات التصنيع الدوائي والصناعي والغذائي وكذلك الحربي، فتدخل الفطريات حتى في صناعة الأسلحة البيولوجية الفتاكة.